اللاعب ابراهيم الماجد ولي جونج سو، وفي الشمال عبد الكريم حسن، وسط الملعب مصعب خضر وتباتا محمد كاسولو. وجول جول يعني يشارك في هذه اللحظات. ادي انطلاقه من جانب اللاعب حسين، شوف المساحات شوف المساحات شوف المساحه، وهدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني. شوف المساحات هنا، الخطا الدفاعي القاتل شجاع. ادي امامنا هنا الانطلاقه ومحاوله من لاعب البديل او اللي دخل بديل اللاعب سوكاي، اللاعب الالباني، وقويه قويه 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 جدا الكره، الهدف الهدف الثالث. سوكاي امامنا هنا في هذه اللقطه، انهيار في نادي السد في هذه اللحظات. طبعا نادي السد حتى الان يعني لم يخرج، وادي امامنا فرصه ابراهيم الماجد النيران الصديقه، والهدف الرابع الهدف الرابع ابراهيم الماجد في مرمى بالخطا في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع.